السلام عليكم وسعد الله أوقاتكم ولاية المسيلة. حادث مرور خطير بمدخل مدينة سيدي عيسى بطريق الوطني رقم 60 إثر انحراف وانقلاب سيارة نفعية من نوع كاتسونكات واحتراقها خلف إصابة رجل 31 سنة وامرأة 29 سنة، لهما حروق بأنحاء الجسم، تم إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى سيدي عيسى. الله يشفيهم يا رب العالمين ويخلف على صاحب السيارة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.